شيء ثاني احب احكي به، يعني هو مو من باب الانتقاد بس يعني من باب الان اللي كمشاهده اليوم اريد اسالك، انه انت من الوسط نشوف انه اليوم صارت اكو وجوه شابه كثيره، اي صح، البعض منها موفق وقدر انه يعني يثبت وجوده صح، والبعض مجرد بين قوسين استعراض. فانت شلون تشوفين انت من الوسط من الاختصاص؟ من الوسط شوفي اني قلتها، كل شيء يجي هبه يروح. يعني اني مثلا من اشوف فلان يقولون ها هاي يعني العفو عذرا جبناها عندها بالفولوات بالانستغرام وما اعرف شنو، مجرد طلع العمل انتهى العمل راحت انست. هي هبه اللي ممثل حقيقي اللي يصنع وجوده اللي يسوي له بصمه بالشارع. يعني من امشي اني اقول هذه وسن، هذه بصمتك بالشارع، هذه وسن. بس شنو الفائده اني اطلع جايبيني بس لان على جسم وشكل واني ما عندي اداء وما حد يعرفني بالشارع؟ هي هاي المصيبه اللي ما يفهموها. اليوم اني هاي السنه قدموا على الشاشه شباب ولا اروع منهم، علي عباس، اساور عزت، اني اسفه اخاف انسى البنات، يعني جدد شروق ادت اداء يجنن، شروق الحسن، يعني اكو شباب السنه انا شفتهم حلوين، محمد اياد راضي همينه كلش كان حلوين. فاني اقول هذول اللي النخبه الحلوه طلعت خلي ياخذوها، خلي يجوهروها وتطلع بعد بشكل احلى رمضان الجاي.